قرأ أساسيادة المطران كيريوس كيرياكوس متروبوليت الناصرة وسائر الجليل قداسا احتفاليا بمناسبة عيد النبي إيليا، وذلك في كنيسة دير النبي إيليا للروم الأرثوذكس على جبل الكرمل. وقد شارك في القداس العديد من الكهنة من الرعية العربية والروسية الأرثوذكسية وجموع من المصلين، حيث رتل القداس باللغات اليونانية والروسية والعربية، وصدحت أصوات الجوقة الروسية من الراهبات بأصوات ملائكية عذبة. وبعد المناولة خرج الجميع للطواف حول الكنيسة، يتقدمهم حملة الصلبان والمراوح، في حين بارك المطران كيرياكوس المؤمنين برشهم بالماء المقدس. بعدها توقف الجميع أمام مدخل الكنيسة، حيث ألقيت كلمات الشكر والترحيب بين الكهنة وسيادة المطران كيرياكوس، الذي أكد في كلمته على وحدة الكنيستين الروسية والأورشليمية، مشيرا إلى أن ترتيل القداس بثلاث لغات يدل على الاتحاد والوحدة في الإيمان بين الكنائس. وبعد القداس قدم كاهن الرعية الروسية في الدير وجبة غداء على شرف سيادة المطران والكهنة الأجلاء.